تحدث أكثر عن هذا اليوم العالمي دكتور خالد الصفار، اختصاصي معي عبر الهاتف من دبي، اختصاصي أمراض الدماغ. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور خالد. مع كل التطور في القطاع الطبي في العالم، لماذا لا يوجد بعد علاج للباركنسون؟ هو طبعا من الأمراض اللي هي صعب تحديد بدايتها وصعب تحديد السبب، يعني حتى الأسباب اللي ذكرتيها حضرتك هي أسباب يعني تكون عند بعض الناس ليس عند كلهم، يعني بعض الناس عندهم مثل تفضلتي بالوراثة والقسم الآخرين كلا، وهناك قسم نادر قد يكون في صغار السن، يعني وهو قليل هذا جدا، لكن المهم أنه هذا يعني أنه لا أحد يعلم السبب الرئيسي وكيفية الوقاية من هذا المرض وما هي الإجراءات، وصرفت أموال كثيرة في مستوى على مستوى دول كبرى حتى تخلي العلاج يتوفر أو ولم يحصل هذا الموضوع. هناك عقاقير، هناك أدوية تؤخذ لسبب لتعالج الرعشة ولتعالج التيبس ولتعالج بطء الحركة، وقد تكون مفيدة لفترة من الزمن، لكن بالنهاية هو يزداد المرض ويتطور ويكون أشد ويكون العلاج صعب. ومثل ما تفضلتي موضوع الخرف مهم، لأن هذا يكون عالة اجتماعية وتكون عالة على الدول لصرفيات كبيرة على المؤسسات التي تعنى بهؤلاء الناس اللي هم يكونون معاقين تقريبا، فلذلك الدول وكل الناس يحاولون أن يجدون علاج ويصرفون ويسوون جمعيات وحتى يشغلون هذا القاطع من المجتمع اللي يصل إلى ملايين. طيب يعني ما متوفر، نعم مش متوفر علاج. من لا توجد لديه الوراثة بهذا الموضوع، ما في حالة وراثة، تقول بشكل كبير يعني نادر أن يصاب أي شخص من العائلة فيما لو لم يكن لديه وراثة بهذا الموضوع بمرض الباركنسون، أو مش بالضرورة؟ لا لا مش بالضرورة نهائيا، يعني في عوائل كثيرة بها شخص واحد عنده باركنسون وكل الناس ما عندهم، ما لها علاقة بالموضوع. يعني طيب من لديه الوراثة بالنسبة، هم في عمر صغير مرات اللي يصيرون عندهم بعض خطأ في أو خلل في التمثيل، المعادن مثل يصير عندهم خطأ في خلل في تمثيل النحاس ويترسب النحاس في البيزل جانجليا في الدماغ ويسموه احنا عندنا ويلسون ديزيز، هذا بوراثة ويصير في عمر صغير طبعا في عمر الطفولة وعمر بداية الشباب ممكن تظهر علامات الباركنسون عند ناس اللي عندهم وراثة في تمثيل النحاس بالجسم. أنا أشكرك جزيلا على كل هذه المعلومات دكتور خالد الصفار، اختصاصي أمراض الدماغ، كنت معي من دبي، شكرا.